الأخبار اللي حصلت النهاردة في المران، طمنا على محمود كهربا ومشاركته الجماعية في أول مران ليه مع رينيه فايلر مدير فني السويسري للنادي الأهلي. طمنا كمان على رامي ربيعة، خلاص أعلن جاهزيته للقاء القادم بإذن الله، لقاء بلاتينيوم الهام جدا يوم السبت المقبل زي ما قلت لحضراتكم في 9 مساء على استاد السلام. كمان ياسر ابراهيم كمان اعلن جاهزيته بعد ما كان عنده شكوى في العضله الضمه او اجهاد في العضله الضمه. كريم ندفت كمان كلمنا عليه وطمنا عليه زميل العزيز كريم احمد، ان شاء الله بعد 10 ايام يكون في المران الجماعي. ايضا النجم الكبير وليد ازارو اللي كان حصل له كدمه النهارده كده، لكن الحمد لله رجع المران بسرعه جدا. جماهير النادي الاهلي العظيمه ان شاء الله 10,000 متفرج يملوا استاد السلام كالعاده، وعايزين نملى استاد السلام كله كله باذن الله قريب جدا جدا جدا. كل التوفيق للنادي الاهلي يوم السبت المقبل على استاد السلام في 9 مساء امام بلاتينيوم في الجوله الثالثه من دوري ابطال افريقيا. دي كانت معظم اخبارنا، لكن في خبر كده اقوله لكم بسرعه. محمد فضل بيحسم عروض استضافه السوبر المصري، وخبر بالنسبه لي يعني مش فاهمه. انا هقول لكم سياق الخبر بالظبط. كلفت لجنه اداره الاتحاد المصري لكره القدم محمد فضل عضو اللجنه بدراسه العروض المقدمه للاتحاد بشان تنظيم مباراه السوبر بالتنسيق مع الشركه الراعيه للاتحاد برزنتيشن على ان يتم العرض على اللجنه لاختيار العرض المناسب من حيث مكان اقامه المباراه وموعدها. يعني احنا بنكلف حد وبعد كده ايه هيرجع لنا تاني عشان احنا نختار. حضراتكم بقى فهموها، مش عارف هتفهموها زي ما فهمتها ولا ممكن حد يفهمها بطريقه تانية. بتكلفوني مثلا انا ادير ملف وبعد كده اجيب الملف لحضراتكم تاني علشان انتوا تقيموه وتختاروا انتوا. طب انا ايه دوري؟ مش عارف، مش مشكله، مش عارف اقول لكم الخبر اختصاره ايه. هو الخبر زي ما قدام حضراتكم كده. عموما كل التوفيق، عندنا ملفات كتير جدا نفتحها مع خالد التربي رئيس القسم الرياضي بالشروق اللي هتشوفوه بعد الفاصل.